هو ده كان الفرق. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الجيل لاينر. مشكله الجيل لاينر ان هو بينشف بسرعه جدا، وبالذات انت لو جايبه براند كويس وغالي، لما ينشف منك مش هتعرفي تستخدميه تاني وهتضطري ترميه، او هتضطري تجيبي القطره اللي هي الانجلوب، ودي طبعا غاليه، ففي ناس بتقدر تجيبها وفي ناس مش هتقدر تجيبها. والحل بقى التاني ان انت بترميه خلاص وتستخدمي اي حاجه تاني. ده جيل لاينر، ده من اوفيس نمبر 1، اسود اهو وناشف خالص اهو من عندي. الحل ايه بقى لو انا مش قادره ان انا اجيب القطره اللي هي الانجلوب؟ الحل هو الجليسرين الطبي. هنحط نقطه بسيطه وهنشوف كده الفرق ايه، بس عايزه اوريكم دلوقتي. عشان تشوفوا وهو ناشف اهو اهو اهو، طبعا هو ناشف اهو. دلوقتي هحط نقطه جليسرين طبي، هحط نقطه بسيطه حطيت نقطه اهي بسيطه، هقلب كده. بس قبل ما اوريكم الفرق، عايزه تكوني عارفه ان الفرش دي بتاعه الاي لاينر اهم الاشكال دي. لو عندك الشكل ده اللي هي الانجل كده، او لو عندك الشكل ده اللي هي المعروفه، او لو عندك الشكل ده. وهو ده كان الفرق. وهو ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، اشوفكم على خير الفيديو الجاي.